تستاهل يا مصطفى. جايز والله الله الله يعني الله لا يعودها علينا والله لا يحطكم في موقف مثل هذا يعني عن جد. انت كمان هالقد صعبه محطوط له في موقف شو هالقد صعبه؟ ما جيت قبل صعبه هلا وقت وحش لانه محطوط اول مره وقت وحش. برضه احسن من احسن المرات اللي انت غنيت فيها من اول وجديد جايز. مرسي لجميع الناس اللي صوتت لي واللي رجعتني على البروجرام وان شاء الله يا رب نكون عن ثقتكم وان شاء الله ما نخيبكمش مره اخرى وان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هالعلم ان شاء الله يتهز في الفاينل واذا ربي قدرني ان شاء الله يا رب يعني عن جد ما في مشكله ومرسي مرسي لكل واحد صوت لي و آمن بحلمي وعاوني باش نكمل المسيرة ونهز العالم في إن شاء الله. الناس بيحبوني برشا سبطت اتأكد شو بالك يا نسيم؟ معقول يا الله؟ سوري تونس حطيتكم في هالموقف تونس تكون لازعانها منك لا اكيد فرحانه بيه العلم زعلان منك معقول لا اكيد حتقول لي يوم اللي حتفرح 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 ميتين بكل ما تكون ولسه مكملين يا لهوي امين يا رب لنا شو في ما في شيء عم بكتب اللي كنت عم تعمله شو راح يكون في هنوما جاي رافائيل وجهه روقي ايه ايه روعة كنتوا روعة اليوم بالبرايم انا ممكن خلاص يعني لا يا جماعه انا بغني يعني لو قلت للناس انا يا جماعه انا بغني بس هو ده انسوا يعني ده. احنا بناخد اغاني او انا بغني انا كده بغني هو ده انا بجد يعني النهارده قلنا الناس نحب نغني انا مش مصدق اني وصلت يعني دومي فينال مصدق خلاص يعني سيمي فاينل عرفت كيف هذا البروجرام اللي حلمت بيه طول حياتي نوصل فيه للنصف النهائي لا النهارده لما كنت بتفرج على الريبورتاج اللي عملوه يعني اخر ستة انا دمعت عيني حطوا تحس ان انت عامل انجاز